متر بالي توزيعة والدفاع تصدى كرة عند مايكل الرامو وممكن يعاقب الحكم ماذا يقول؟ يقول ضربة جزاء، يقول ضربة جزاء للترجي الرياضي التونسي. نعم عملها مايكل، تعدى مايكل ويمهد لركلة جزاء للترجي الرياضي التونسي. سامح الدربالي، الدربالي سمح برشا، يتعدى بالكورة مايكل الرامو فيها ركلة، فيها ركلة لمايكل الرامو. إذا كورة وركلة جزاء، من سيسدد؟ من سيسدد ليسجل يا ديمورايش لتتنفس السعداء وترجع ماكينة الدم والذهب من جديد الدوران؟ منعرج مباراة يا مايكل، مايكل الرامو ولن أقول أكثر، مايكل اسم، الرامو لقب، ارجع كهداف يا ابن نيجيريا. مايكل الرامو محمد صبحي في الدقيقة 26 من الشوط الأول. مايكل الرامو 30,000 في الملعب وملايين تستنى. يتقدم مايكل الرامو ويسجل الهدف الأول. عاد النيجيري ليسجل، عاد النيجيري ليهدف، مايكل الرامو 1-0 للترجي التونسي. هدف في وقت مناسب جدا اللي تلبته من 30 ثانية سبحان الله، اللي تلبته من 30 ثانية سبحان الله، لأنه ممكن نقول أخبر في جريدة الأخبار المصرية أحد الزملاء يعني مراسلة خاصة من تونس قال في عادات الترجي والفرق التونسية أنها تزور خالد القربي في وسط الميدان. في بعض اللاعبين في الوسط ممكن تصادهم الإرهاق. ينطلق الدراجي، دراجي كرة خطيرة، الدراجي يدخل، الدراجي والهدف الثاني، والهدف الثاني، والهدف الثاني للترجي الرياضي التونسي. الآن دافع يا ترجي، الآن دافع يا مكشخة، بعد الثاني دافع الآن. أسامة الدراجي جاء من خلف ملاعب كبير، ملاعب كبير الدراجي، ملاعب كبير الدراجي، يطمن العاصميين، يطمن الترجيين. مشى ورب بعد على شريف، المرة الأولى ضيعها، المرة الثانية دونها، سجلها، اكتبها، عنونها، لونها بألوان الأصفر والأحمر، بألوان وعنوان الدم والذهب. 2-0 للترجي الرياضي التونسي. أسامة الدراجي في وقته، في وقته الهدف الثاني عن طريق الدراجي، هدف ملعوب من أسامة الدراجي. صناعة اللاعب عمر جمال، عمر جمال يبدل الكرة لأحمد سمير فرج، أحمد سمير فرج يوزع كرة وترجع من دفاع الترجي، رجعت من دفاع الترجي عن طريق العابدي، برافو وسام، وسام العابدي، تمشي كرة ممتازة جدا عن طريق الدراجي، الدراجي يدخل وسام، أسامة، أسامة دراجي، دراجي يلعب كرة، مراوغة، الدراجي يدخل، خطيرة جدا، الدراجي مايكل الهدف، مايكل الهدف، سجل يا رامو، سجل يا رعبهم يا مخوفهم، مايكل رامو، رجع الترجي يا ولد، رجع الترجي يا ولد. والهدف الأول للترجي العاصمي، 4 دقائق في الشوط الثاني، مايكل الرامو، هدفي لهدف الدراجي، برافو. وسام العابدي يعطيك الصحة، خرجت الكورة للدراجي، الدراجي عمل الكورة المراوغة الأولى والثانية بالسرعة والمهارة، والشماريخ هنا في استاد الدراويش، هدفي لهدف بكورة عن طريق مايكل الرامو. الهدف اللي طلبناه، الهدف اللي شفناه، الهدف اللي قريناه وقلنا عليه، ها هو ياتي. خسارة شاف 2-0، لكن المهم يبقي الترجي في البطولة العربية. سلامات يا صبحي، والترجي يستعيد أمل المراهنة على دور الأربعة. هدفين لهدف من مايكل الرامو، هدفين لهدف من الرامو. 5 دقائق في الشوط الثاني، على الترجي ان يلعب بامكانه ان يسجل. شوف الكوره من عابدي، شوف الدراجي عمل 60-70 متر، خميس عليك، ما شاء الله عليك، خطاف الفريق الاسماعيلاوي لمصلحه الترجي اللي ما عرقلش الدراجي، الدراجي كبير، الدراجي فنان، العبها العرضيه، العبها في 6 امتار للاعب مايكل، والكوره تدخل في الشباك بالنيران الصديق على ما يبدو، لكن وجود مايكل، وجود مايكل يخوف، وجود مايكل يخوف، والكوره في الشبكه الاسماعيلاويه. هدفين لهدف الدراجي بالسرعة، هذا هو المطلوب. الدراجي في أول حضور يعطي بصمة ويعطي لقطة وافرح يا مكشخ في كل مكان. إذا رجعت المباراة، نقول شيء في ركلة الجزاء حبيت نستناه باش نقول ديما أحسن ملاعب يضيع البينالتي. هذه المفارقات خليتها تمشي ببركة الله، بسلامة الله، تمشي يعني في السكريتو. الآن الأعصاب علينا، الضغط علينا، والدراجي
دراجي في الكرة الأولى للترجي التونسي، صفر النادي الإسماعيلي. يا ربي معاك يا دراجي. أسامة دراجي، محمد صبحي، حتى محمد صبحي حارس ممتاز في ركلة الترجيح، حذاري. إذا ننطلق في الكرة الأولى ليأخذ الأسبقية إن شاء الله. تمشي دراجي، سجل 1-0 أسامة دراجي. من ناحية المعنوية مهمة جدا، الضغط على الدرويش. وحدة ثانية يا قصراوي، كل باب سويقة ستدعو لك هذه الليلة. شوف الدراجي على اليسار، على اليسار الدراجي ويسجل في مرمى محمد صبحي. 1-0 الترجي، 1-0 للترجي. زياد الدربالي، قلت لك في الخمسة، دراجي طلع صحيح وسجل. الدربالي الآن في الكرة الثانية، يا رب الكرة الثانية من زياد الدربالي. زياد الدربالي، محمد صبحي، راس راس بيناتهم 11 متر منطقة الجزاء. الدربالي ويسجل، ممتاز يا زيدون، ممتاز يا زيدون. الدربالي في المرمى، 2-1 للترجي، 2-1 للترجي. ما اهتزش، خوفني زيادة، كان سجل. افرح يا بيانفينو، تمشي 2-1 للترجي. تخوف برشا، تخوف برشا، لكن حطها، حطها الدربالي. هدفين والثالثة من خليل شمام، خليل شمام لفريق الترجي الرياضي التونسي ضد محمد صبحي. الركلة الثالثة لفريق الترجي، أجواء كبيرة في استاد الدرويش. يتقدم خليل شمام، منعر وفي راجل بينالتي، يمشي شمام ويسجل، سجل خليل شمام في نفس الطريقة يا شمام، على طريقة عبد السلام لما كان نجم في الكرة التونسية في السبعينات والده. 3-2 الترجي، باية من خليل شمام في نفس الزاوية، يسدد الترجي ويسجل. كل مرة، لأنه فكر محمد صبحي يقول لك اللاعب الترجي مستحيل يلعبوها غادي، سيغيرون المكان والزاوية، يلعبها هناك. لفريق الترجي يتقدم خالد القربي، خالد القربي لفريق الترجي الرياضي التونسي. ركزوا حتى في مكانها خالد القربي إن شاء الله. خالد القربي، محمد صبحي، كرة الرابعة بعد برشا القربي، يتقدم خالد القربي، يتقدم ويسجل، ويسجل بصعوبة لكن سجلها، دونها، اكتبها. 4-3 للترجي. فيق معايا الآن، صحصح معايا قال المصري الآن، تذيع على الإسماعيلي الترجي في النصف النهائي، وإلا نبقى بالركلة الخامسة للدم والذهب، الفريق العاصي من النادي التونسي. الركلة الأخيرة كانت صعبة جدا، لك القربي، برافو، برافو القربي. 4-3 للترجي. الكرة الرابعة للترجي ناجحة، الكرة الأخيرة للإسماعيلي، لو ضاعت يداها للترجي عن طريق عبد الله السعيد. يلا قصراوي، ريحنا من الركلة الخامسة الأخيرة. القصراوي وعبد الله السعيد، والبرة، الترجي في النصف النهائي. الله الله الله، الترجي يصعد لسيمي فاينال. تعبكم ما مشاش خسارة، رحلتكم لمصر ما مشاتش خسارة. الترجي يتأهل لدور الأربعة بركلات الترجيح، 4-2 على الشقيق الإسماعيلي المصري. ظروف كرواتيا، لأن الخصم عنيد وقوي وحذاري وحذاري وحذاري، والإصابة، تأتي الإصابة من أسامة الراجي، أسامة الراجي يبعد هذا الدقيقة 90، حذاري قلت إلى الثلاثة من أسامة الراجي، من إيرامو ومن بيانوري، وفرحة كبيرة، كنا ننتظر الهدف من قبل الباكستين، وأسامة الراجي يبعد هذا الدقيقة 29، كورة مقوسة على طريقة اللاعب الكبير حسن الماس، لو يتمكن من مخادعة الفارس الراجي، هاي الكرة وملعوبة، وأسامة الراجي اللاعب الواعد مرفوعة يرفع راسه ويتمكن من مخادعة الفارس الراجي، وهدف مقابل صفر للفريق الضيف الذي أظهر إمكانيات طيبة في الدفاع وفي الهجوم، خاصة بقيادة الثلاثي إينيرامو، مايكل إينيرامو. انتظر شخصيا مباراة قوية جدا وصعبة على الفريقين، خطيرة الكرة للدراجي، دراجي يرجع بكرة، إمكانية الترجي وإمكانية التسديد، تمشي خطيرة الدراجي، ما فيش أوفسايد، إمكانية وضرب الجزاء، ضرب الجزاء للترجي الرياضي. الدراجي يبقى، قلت لك بيكاسو، يبقى صانع الفارق،
بينالتي لفريق الترجي. لن يكون مايكل الرامو من سيسدد. زين العابدين السويسي منعرج اول للنسخه الثانيه من السيمي فاينل. يتقدم السويسي ويسجل، يتقدم ويسجل الاهداف. تتغير المعادله والنتيجه والترتيبات. 1-0 للترجي التونسي، هدف زين العابدين السويسي. الترجي ضيع في اخر 3 ماتشات ركلتي جزاء، واحده من الرامو ضد السيابي نادي البنزرتي، والثانيه في المرسى كان ممكن تكون مصيريه وتكتب حكايه الدوري في تونس، ضيعها الدراجي. لكن هذه المره الثابته من خلال زين العابدين السويسي. الهاجس الوحيد الان للترجي تامين شباك القصراوي، يخرج بالكره العابدي رجل المباراه في رايي المتواضع. يمشي كره مره ثانيه ممتاز من عوض الدراجي. دراجي تتيال الكرة، دراجي حول المر بين 3-4 لاعبيه، يلعب كرة الرامو، الرامو دراجي خطيرة جدا، دراجي خرج كرة بوعاسي، وجدي بوعاسي خرج، بوعاسي سدد الهدف الثاني، الهدف الثاني لوجدي بوعاسي، وجدي بوعاسي المنقذ، وجدي بوعاسي الرائع، وجدي بوعاسي الملهم، خلاص يقول الترجي في النهائي، تقريب نفس سيناريو الواك البارح في آخر دقائق، الوداد يسجل الثاني كونتر أتاك. والترجي اليوم بكونتر اتاك نتيجه تقدم الصيفيه للتعادل. اذا النهائي العربي سيكون 9 ماي في كازابلانكا ضد الوداد للترجي، ولقاء رادس 21 ماي سيكون بين الترجي والوداد البيضاوي. اذا هكذا اختارت الكره العربيه هذا العام، هكذا اختار دوري ابطال العرب هذا الموسم، اختار المكشخه ووداد الامه من اجل ليسيال للقب الاول لهذا ولذاك. اذا كرة الهدف الثاني من طول استثنائيه الحقيقه، بطوله مميزه جدا. ينطلق الرامو، الرامو ياخذ كوره مايكل، مايكل الرامو، ينطلق الرامو، الرامو يسدد ويسجل الهدف الاول الرامو. سامحني يا مايكل، اسف يا مايكل، ديزولي يا الرامو. مايكل الرامو يفتح باب التسجيل. الترجي مره من هنا والرامو خرج ولكن عاد. 1-0 لمايكل الدبابه الرامو، هدف اول للترجي التونسي في نصف ساعه. في وقت الحديث عن السؤال، نعم بالنشوه احكي طبيعي جدا، بالاعتزاز والافتخار كتونسي احكي طبيعي جدا. نعم يا مايكل، في وقت الحديث عن سؤال للترجي، في وقت الحديث عن استنصار لدى الوداد، ها هو مايكل يسجل، ها هو الرامو يفتح باب التسجيل. 1 الترجي، 0 الوداد، 1 للسيور، 0 الحمراء. اذا 1-0 عن طريق مايكل الرامو. الرامو على الويسي، قلت منذ انطلاق عصام العدوى سيترك مكانه، ينطلق الرامو يضرب ويسجل. 1-0 في مرمى الوداد، في مرمى الحارس نادر المياخي. هدف مهم جدا، يلعب كره طويله في العمق، الرامو، الرامو فيها ضربه جزاء، فيها ضربه جزاء للترجي الرياضي، فيها ضربه جزاء للترجي الرياضي. المباراه مباراه الركلات الترجيح، مباراه البينالتي، مش ممكن على هذه المباراه. انا برافو الحكم علي حمد، يعني بصراحه قل نادر في الحكام العرب انه يزفر لك 3 ركلات، 3 بينالتيات وثلاثة في رأي متوضع صحاح. لست المباراة للترجي، دراجي والمياغري وسامة دراجي. الوقت يمر ولا يرحم، دقيقة 43 من الشوط الثاني، دراجي من 11 المتر في بينالتي البطولة. دراجي مع الحارس المياغري، يتقدم أسامة دراجي، يمشي دراجي ويسجل التعادل. يتعادل الترجي الرياضي، يتعادل الترجي الرياضي بكورة على القائم ودخلت، بكورة على القائم ودخلت. الله على تواصل الإثارة، الله على مسلسل هيتشكوك، الله على كورة يا بيكاسو. دراجي أسامة بيكاسو غاب المباراة وحضر في كورة اللقب والبطولة. هدف لهدف، هدف لهدف من أسامة الدراجي. أي إثارة وأي مباراة، أي إثارة وأي مباراة، أي نهائي في الوقت القاتل. فالدقيقة 89 في سبورة رادس، الدراجي يحقق هدف 100-100، ما فماش ركلة ترجيح، 100%، ما فماش بينالتيات. هناك كأس السوبر الإفريقي 95، بطولة
السوبر العربي 96 وبعد 13 سنة رجع باش يربح مع الترجي ليسيال لارب شامبيونز ليغ. اذا السيد احمد الغامدي ممثل الشبكة يوري الكاس ويمنحها نيابة عن السيد محي الدين صالح كامل شيخ محي الكاس مع سيد الوزير سمير العبيدي. قصراوي ارفع يا حمدي الترجي بطل العرب، ارفع الكاس الغالية، كاس الذهب، كاس التعب، كاس اللعب، كاس اللقب، الترجي بطل عرب 2009 للمرة الثالثة في تاريخه، الترجي يتوج بلقب عربي، نهايتها حمراء وصفراء، نهايتها على لون العاصمين، على لون الترجيين، على لون التوانسة، لأنه مهما كان من اختلاف، مهما كان من اختلاف الألوان، اليوم اجتمعنا على لون اسمه النجمة وفيه الهلال.